اليوم في الورشة تناقشنا مع من مختلف الشرائح التعليمية والتدريبية في سلطنة عمان حول مفهوم التعليم والتدريب المهني، بحيث أن هذا المفهوم يكون مبسط ويصل إلى جميع شرائح المجتمع. تكلمنا أنه ما هي أهم الممكنات التي يجب أن نصل إليها لتعزيز هذا المفهوم من خلال التسويق والترويج له في المجتمع، وأيضا ما هي أهم مؤشرات الأداء التي يمكن قياسها بحيث أن نحن نقدر أن نتمكن من تحقيق هذا المؤشر. اليوم طبعا كان عندنا ورشة لتطوير الكليات المهنية، وساعدنا بلقاء الكثير من الخبرات الأساتذة وتعلمنا الكثير منهم، وإن شاء الله راح تتطور كلياتنا خلال الأعوام القادمة. وكما ساعدنا بلقاء سعادة الدكتورة منى القردانية، وشكراً.